بما أن انقسام خلايا الأظافر مستمر وسريع مقارنة بمعظم خلايا الجسم، فإن علامات نقص الزنك قد تظهر عليها باكرا. فكما أشار معهد لينوس بولينج لجامعة ولاية أوريغون، فإن دور الزنك يكمن أيضا في نمو الأظافر بشكل صحي، لذلك أي نقص في مستوياته قد يؤدي إلى بطء نمو الأظافر وظهور خطوط أفقية عليها وأيضا بقع بيضاء.